بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى في الفقرة الثانية من برنامج بيت المصريين، وهي فقرة مواهب. معانا النهاردة 3 مواهب شعرية، 2 إلقاء، والأستاذ محمد شعر، محمد القيادي شاعر، وإلقاء شاعر عامية شعر عامي، وشعر أغاني. اتفضلوا عرفونا وعرفوا السادة المشاهدين فيكم. اتفضلوا، اسمك ايه؟ أنا اسمي رفيدة محمد علي جاب الله، عندي 12 سنة، من محافظة البحيرة كفر الدوار، من مدرسة منشأة الأوقاف في الابتدائية. موهبتي إلقاء الشعر. إلقاء الشعر، اتفضل. يعني أنا علي محمد علي، من البحيرة من كفر الدوار. سألقي عليكم قصيدة عنوان شعر إبراهيم بلال. طب يلا إلقى علينا بقى على طول، يلا بقى. اتفضل يا حبيبي، بص في الكاميرا أعزائي المشاهدين. غريب عايش ما بين أغراب ومعرفنيش، ولا عرفني في يوم شكلي وكون إني أعيش إنسان. ده كل حل المشاكل، أنسني بأشعاري وبرسم نفسي في صوري، وبسألني على حالي مبلقاش حد بيجاوب، فبضطر للمسألش، وأحيانا بيطلع مني بعض كلام بلا معنى ولا مضمون. ما يفرقنيش عن المجنون، بخبي عنكم القصة ده حكاية دار سكت موجوع، تم علامة استفهام على وشوشكم، طمنكم على حالي وتوهمكم بإن الفرحة بقيالي وإن الدنيا سامحالي أعيش مبسوط ولو بشروط، ولو أتمنى إن أموت، ما أصلا عادي مش فارقة، تحب تعيش تموت تكره تقابل 1000 مليون وش، تعود ودنك المفتوحة على المعلش، وقلبك ده ما تنكرش بإنك لو ما حبيتش هتلقاها مات، بإنك لو ما حبيتش هتلقاها مات. الله الله، من إمتى بقى موهبة إلقاء الشعر معاك يا علي؟ ده أنا كنت رفايدة، هي في أستاذة هي الكاميرا على طول، بص خدتها أيوة المدرسة، قولها هم عاوزين هي هتقول شعر، فايه راحت عند استاذ محمد مظهر، فانا كنت ماما بتوديني معاها، وقعدت لقطت منها بقى. اتعلمت منها بقى، غيرت بقى. رحت قلت للمستر استاذ محمد مظهر، قلت له انا عاوزه اقول. برافو قال لي عليك. ماشي، رحت قايل. وبعد كده راح قال لي قول تاني وصورني بقى، وبقيت اقول بقى وادخل مسابقه. برافو عليك. من قد ايه ليك؟ قد ايه بتقول شعر؟ من السنة دي، السنة اللي فاتت كي جي تو. طيب من بدري يعني، بسم الله ما شاء الله. طيب ادي لنا بقى يا رفايدة، هتقولي لنا ايه؟ اقول شعر. قول يا حبيبتي، بصي للكاميرا قدام. قصيدتي بعنوان مصر العريقة للشاعر فاروق جويدة. لو لم تكن مصر العريقة موطني، لغرست بين ترابها وجداني، وسلكت درب الحب مثل طيورها، وغدوت زهرا في ربا بستاني، وجعلت من عثر الزمان قلائدا، ونسكت بين قبابها إيماني. فمتى نعيد لمصر بسمة عمرها، ما أتعس الدنيا مع الأحزان. مصر الحبيبة يا رفاقي كعبة، لا تتركوها مرتع الأوثان. فالعمر ليس بضاعة مسلوبة، والعمر ليس بدرهم وغوان. الله يشهد أننا رغم الأسى لم ننس يوما قبلة الرحمن. يا من سكرتم من رحيق دمائها، وغزوتم الدنيا بزيف لساني. عندي لكم رغم الجراح نصيحة، لا خير في مال بلا إنسان. برافو عليك. لا ليك حق تغير من رفايدة. مين اللي نمى فيك هذه الموهبة يا رفايدة؟ من اللي اهتم بيك بقى وعارف ان انت وحبتيها ازاي؟ انا كنت في المدرسة، فانا كنت بقول بحفظ قرآن، فكان في مسابقة شعر، فمدرسة اسمها أبلة نادرة قالت لماما احنا عايزين رفايدة تقول شعر. فماما جابت لي شعر،
وبعدين قلته في المسابقه، رحت قلته في المسابقه وكسبت، طلعت الثانيه. تمام. طيب استاذ محمد اتفضل يا فندم. عرفنا بقى من امتى بدات موهبه الشعريه عند حضرتك؟ من حوالي مثلا 21 سنه، انا عندي 39. تمام. فلا بكتب، حتى اول لما كتبت حاجه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمها يوم اشرقت فيه الانوار. فكان مدرس العربي يكمن، انا كنت بلعب كوره وكده، وكنت لاعب كوره، فكانش مقتنع ان انا اللي كتبت دي، فدي حاجه بسطتني. تمام. فمن هنا بقى بدات اكتب بقى كتير بقى مع نفسي، حبيت الشعر من خلال قرايه القران. خلي بالك انا القران الشعر ده عباره عن مشاعر وموقف وسيتويشن انت بتحسيه. تمام. يمكن في الواحد لازم يخلي باله من كلامه. الكلام مسؤول، يوم القيامه ان شاء الله بنبقى مسؤولين عنه، فما تطلعيش قوي بالشعر، لان الشعراء يتبعوهم الغاوون. وانا لو هنتقد بعض الناس زي المهرجانات والحاجات اللي هي بتحصل اليومين دول، لا ده نوع من الاسفاف. تمام. ولازم يعني حد من الدوله يتدخل الحاجات دي، عشان دي بتخلي الاخلاق تتراجع. فاحنا في كبسوله نسمع حاجه كده. نسمع حاجه. فمثلا نقول عشان مثلا حد راح يتقدم لوحده، فلازم أنا اكون ابن حلال كده وكويس. فانا بكتب شعر عاميه، فبقول ابوها قال لي مهرها تكون ابن حلال، ده الستر عندي يا ابني اهم من الاموال، وما دمت هتصون عرضها هتحافظ عليك، وخلي بالك منها وشيلها جوه عينيك. قلت له وانا شاري، وده مش كلام وخلاص، لان بجد ناوي على الحب والاخلاص. نداها وقال لها مالك مكسوفه ليه؟ ما هو الجدع جالك قولي لي رايك فيه. قالت له اللي تشوفه يابا انا رداه، ضحك وقال نقرا الفاتحه باذن الله. اما بالنسبه للحجاب، فبقول مثلا حاجه عن الحجاب، فبقول البسي يا اختي الحجاب، ولمي شعرك اللي طاير، وارحمي عيون الشباب من الذنوب ومن الكباير. الجمال مش بالكاريه او باروكه او ضفاير، اقري دينك افهميه يهدي قلبك اللي حاير. صوني عرضك كوني قدوه بتصحي نوم الضماير، وانشري الاخلاق في ندوه في المحافل والدواير. ودي نصيحه يا اختي ليكي، صدقيني انا مش بعاير، انا مسلم خايف عليكي من عذاب جحيم وفاير. بسم الله ما شاء الله، احسنت يا استاذ محمد. الله يخليك يا استاذ. نشوف الشهادات والجوائز اللي حصلت عليها يا رفايده. محمد ورينا يا علي. ايوه افتح ورينا. يلا نشوف الشهادات عشان نختم بقى، بيقولوا لنا الوقت خلص. يلا حبيبتي الشهاده اللي حصل عليها ما شاء الله علي. بسم الله ما شاء الله، درع الابداع. مهرجان درع التميز والابداع، هما الاثنين مهرجانكم. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق ومزيد من الجوائز، وربنا يوفقكم في حياتكم ان شاء الله. شرفتونا ونورتونا النهارده، وتحياتي اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقات اخرى من برنامج بيت المصريين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.